مزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مهندس حسام، بعد التحية بالطبع، يعني قراءتك لخطوة الإفراج اليوم عن بعض المحكوم عليهم من قبل لجنة العفو الرئاسي، وهل اللجنة مستمرة في تلقي المزيد من الطلبات؟ أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في الأول أستاذة دينا، احنا يعني اللجنة بتقوم بدور جميل جدا وسريع جدا حقيقة، بتوجيهات كانت من الأول من السيد الرئيس في تشكيل هذه اللجنة. ما بنيجي نتكلم على دور اللجنة اللي ماشي بسرعة وماشي الحقيقة كل نقطة فيه مدروسة. الحاجة التانية اللي اللجنة بتعملها دلوقتي، ودي حاجة جميلة، إن أي حد بيطلع في هذه الظروف بيبقى عاوز دعم، دعم من ناحيتين، دعم نفسي ودعم مادي او معنوي او حول يعني ايه حاجه عمليه. بس النفسي في الاول ناخد بالنا، دي حاجه مهمه، لان عشان ادمجه في المجتمع او يرجع، بلاش كلمه الادماج قد ما كلمه يعود لحياته الطبيعيه، لازم المجتمع يبقى متقبله. اول حاجه نفسيا، دي اهم. فنفسيا المهم ان اللجنه قالته وان الدوله قالته انها بتساعد في اعاده الحياه الطبيعيه. ده بيدي انطباع للمجتمع نفسه لاستقباله لاي حد في هذه الظروف بالراحه. بمعنى ان ممكن زي ما احنا عارفين، لو طالب هيرجع كليته، لو في الشغل، لو القانون يسمح. طب لو في الشغل والقانون ما سمحش دلوقتي وراح يشتغل في شركه قطاع خاص مثلا، يعني فرق كبير قوي ان الشركه القطاع الخاص ده تبقى عارفه ان الدوله راضيه عن هذا وبتساعد. نعم، اذا دور كبير وغايه في الاهميه للدوله المصريه لتذليل العقبات امامهم والعوده او عودتهم للحياه العمليه والمجتمعيه من جديد. اشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.